استكمالا للجولات التي تقوم بها المنظمات الدولية في المعابر الحدودية ما بين مصر والسودان، قام ممثلو نحو 8 منظمات دولية بزيارة معبر قسطلة الحدودي، تم خلالها تفقد أوضاع اللاجئين والخدمات المقدمة لهم. كافة الوزارات بالدولة نسقت لتقديم الدعم للواصلين من السودان بعد هذه الأزمة، بما في ذلك الدعم الصحي سواء كان توفير لقاحات أو أدوية للأمراض المستعصية أو كراسي متحركة، أغذية، مياه، فإحنا بالذات في الجنوب، في جنوب مصر الجو حر، في توفير مياه، دورات صحية متنقلة، أتوبيسات لنقل الواصلين، عدد اللي بيشتغلوا في المعبرين زادت وبقى فيه شفتات للشغل. الحقيقة كل ده يعني جهد كبير. وصلت إلى المعبر لبحث جهود الأمم المتحدة والمؤسسات المصرية للنازحين السودانيين وكافة الجنسيات، ونشكر حجم التدخلات الكثيرة لدعم هؤلاء النازحين وبالأخص من الهلال الأحمر المصري نظرا لما يقدم للأطفال. رأينا الخدمات التي تقدم لهم من وزارة الصحة المصرية والدعم النفسي من الهلال الأحمر المصري. أكثر من 7000 حصلوا على خدمات صحية من أصل أكثر من 60000 وفدوا إلى الأراضي المصرية، ناهيك عن الخدمات اللوجستية الأخرى. أحد الأولية اللي أخذناها التعاون اللصيق ما بين الجهة المصرية والجهة السودانية على المعبر، وأهم شيء نثمن قرار جمهورية مصر العربية بفتح المعبر 24 ساعة في اليوم وعدم إغلاق أيام الجمعة والسبت، ونثمن كذلك توفير كل الخدمات الصحية لجميع طبعا، ونشكر جهود الشباب المتطوع من الهلال الأحمر. أنا منظمة الصحة العالمية نعمل مع الهلال الأحمر مع وزارة الصحة والسكان بشكل لصيق لحماية الإنسان لحماية الصحة. شفنا الأمور كتير منظمة، الأمور كلها بمحلها، الدعم عم يتأمن للنازحين، مبسوطين كتير بالخدمات اللي عم بقدمها كمان الهلال الأحمر المصري. بنحب نحييه على الجهود اللي عم بيعملها مع أخواننا النازحين من السودان. لحتى اليوم عم نشوف انه الترتيبات الموجوده على الحدود ممتازه جدا. وتقدم العديد من مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الدوله المصريه خدمات لكافه النازحين، وابرز تلك المؤسسات الهلال الاحمر المصري وبنك الطعام ومجلس القبائل والعائلات المصريه. إذن وتأكيد على سلامة الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية في استقبال النازحين والعابرين إلى الحدود المصرية، وهو ما يؤكد على وقوف الدولة المصرية جنبا إلى جنب مع كافة جنسيات العالم. من معبر قسطلة الحدودي، أشرف مبارك، التلفزيون المصري.